كان. أنا المعروف بلحق من يهلنا، وإذا ما احنا نهلي من يهلنا، ولعد جوة السراقي من يهلنا. أنا ايش منطق والغاطات لي، إذا عرفت معناها بك هدية. دكتور هاني مسألة على السراجي، قال السراجي. طب شو الجواب؟ شو الجواب؟ أبو زينب، أقول للناس ما أحبك وأنا مجنون بعيونك، ودار النار بصدري وتسعى من يذكرونك. حلو وبحبك انجنيت ولا مثل يحبونك، ورحم روحي والدي أبد ما أرام بدونك، ولمن حالي تقول لك أحبك والي مجنونك، لكن من أصل يمك أقول لك مرحبا شلونك. وقصد يمي كان أرشد. أرشد. بعدين بستعد. نحن نزل. ما في صوته كلش حلو. بس الجلسة دي مهمة جدا. نتبنى جلسة التحديات تحديتها. وهي جلسة نقاش مفتوح. قولوا ما تشاءون. قولوا ما تشاءون. ولو أنا حطيت هيك التحديات أستعين بواحد أو اثنين منكم. يكتبوا الأمور دي على الفليب شارت. احنا هنا سمينا الورشة أصلاً أمس صباحاً إنها نقل الخبرات. لإيه؟ لبناء الشراكة. يعني الهدف من الورشة في يومين كلهم مش حد يكلم وأنتوا تسقفوا ونمشي، لا. بعد الكلام والتحية العمل لابد نعمل شيء مع بعض. إن شاء الله يكون الشيء ده يسير جدا جدا جدا. في ظل التحديات اللي احنا عادتين نتكلم عنها. كلامكم ملوش سقف. اسألوني أي سؤال أنتوا عايزينه. أو قولوا الكومنت اللي أنتوا عايزينه. قدامنا ساعة وساعة وربع. لو قلنا لازم النقاش المفتوح ده عشان احنا جايين نسمع مش جايين نحاضر. نسمع وجايين نتعلم مش جايين نعلم، وجايين نرفع الوعي بتاعنا مش نعلمكم ازاي ترفعوا وعيكم. الشراكه خد وهات، الشراكه تكافؤ وتساوي في كل شيء. انت عندك الفكره، انا عندي المال، الفكره زي المال، حلال. بقول لكم وبعمل لكم اصبعي كده، ان يعلو المال على الفكر، واصحاب المال يمنطنوا عليه عدالة. لذلك لابد ان نقيم ونقدر قيمه الفكره والمعلومه اللي هي خصيصون في كثير من الاحيان انفس قيمه من المال او اعلى قيمه من المال. فهذا لقاء مفتوح، قولوا فيه ما تشاءون. كان في على تحديات، واحنا عمل انساني، احنا عمل انساني، وارجو ان احنا لا نسرف في الكلام كتير في الشعر والدلج حد، علشان نستطيع اما ان حد يقف يكتب التحديات هنا او حد يكتب التحديات وهو قاعد، واتمنى ان يكونوا الاثنين يكتبوا التحديات. من يتطوع؟
جلوسا فيروز. اخذ اثنين فيروز ولا واحد فيروز واحد عروس؟ عبد الحليم حافظ. واحد فيروز وعبد الحليم حافظ. فيروز وعبد الحليم حافظ. اكتبوا نفس الكلام عشان هنتكلم في الاخر. طيب اول تداخل منكم عملية لقاء مفتوح. من الذي يقص الشريط؟ يبقى ناخد عبد الحليم حافظ كاستاند اب. ممكن احلمك من الكلام عشان انت تكتب. قول اسمك وجمعيتك. شايف انت مركزك في الجمعيه عشان الناس تعرف بس البسيط جدا. انا همام الجلبي. خلي صوتك كده عشان التلفزيون. همام الجلبي مؤسسة السراج للتوعية والإرادة. أعمل في العلاقات العامة. تفضل. رواية أذكرها وهذه تنظر من يعني أعتقد مؤسسة المجتمع المدني. في نهاية التسعينات وأنا أعتبر وزملائي شباب كان عندنا فكرة برفع المستوى الثقافي والأدبي لدى المجتمع في العراق في الموصل بالذات. فانطلق مشروع ملتقى البردة للأدب، مأخوذ كلمة البردة من بردة الرسول عليه الصلاة والسلام من إعطاء الديه. فميزانية المشروع كانت ما يعادل $800 أمريكي. $800 أمريكي. الملتقى ثلاثة أيام. ثلاثة أيام. زوارنا من فلسطين والأردن ومصر والعراق. طيب. أدباء شعراء مثقفين. كان الملتقى عبارة عن جلسات صباحية تتناول قضايا أدبية منها الشعر والأدب وبصورة عامة. والجلسات المسائية عبارة عن معارض أدبية. ثلاثة أيام مثل ما ذكرت لك دكتور بميزانية $800. نروح لصاحب الفندق حتى يستضيف زوارنا ويسمع قصتنا ويتبرع بالفندق لمدة أسبوع كامل فقط لهذا المبدأ. الخدمات اللوجستية ذهبنا إلى شخص يعني أنت جمعت تكلفة اللقاء من مجتمع المحل. المادة بالضبط الميزانية أو المادة يعني كاش مالي لا يعني شيئا مطلقا من قيمة فقط الرغبة والنية والخروج بالمجتمع نفسه. فحقيقة يعني يحتاج أن هذه الماتيريال نرجع 20 سنة اللي وراء حتى نرجع بهذه الأفكار، نرجع بهذه النوايا السليمة الطاهرة. وموجود يعني مستعد الناس فقط النية. يبقى هو أخونا بيتكلم عن شيء مهم جدا، موضوع المجتمع المحلي في الدعم المادي والدعم الفكري والدعم الثقافي والدعم اللوجستي. الدعم فقط ما يجيناش من الخارج، ممكن يطلعه من الداخل. كان في أختي أنا رفعتها في الأول وبعدين الدكتورة وبعدين أخونا. يبقى ده النقطة دي على إيه؟ الدعم المحلي مهم جدا في الصومال. في القحط اللي حصل ده أول من استقبل النازحين كانوا الطلبة الصوماليين، وأول من تبرع للصوماليين النازحين اللي كان الأعمال اللي موجودين في هرجيسة واللي موجودين في مقديشو إلى آخره. حسوا انهم عندهم مسؤولية اجتماعية لأبناء بلدهم وهم فقراء. تفضلي. بحب أقول شغل ما بعرف صح أو غلط، بس أغلب المنظمات اللي هلا منظمات الإنسانية بشوف إنه في كثير ناس مظلومة بهالمنظمات، يعني في ناس عندهم ثقافة ووعي ودراسة واختصاص بيكونوا موظفين جدا عاديين. وتلاقي واحد ما عنده اي مستوى من اي مجال بيكون مدير ما بعرف. انا بشوف هاي الشيء بعدين
شكرا 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 تفضل. انا اسمي منال باحثة نفسية نظام الباو ومشتغل كم بحبه بالبرودكشن. فالشيء اللي حبيت انه طبعا يعني انا حاسي هاي الشيء لهيك ممكن في كثير هون مدراء يمكن انه يضطرون يجاوبوني او هاي النظرة ام اشوفها صح او غلط، يعني انا ضد بلاي صح او غلط ما بعرف، بس اشوف نسبة كثير من هاي الشغلات اللي عم بتصير. هتقدر تجاوب على السؤال بتاع منال؟ تفضل. ده دير مكرمه. عشان بس يبقى نفس الوتيره. تفضل. محمد السلام منظمة جندي مدير مشاريع. كلام الأخت منال صحيح. والحل الحل ايه؟ قول أسباب المشكلة يعني. الأسباب اللي أدت التحدي هذا في عام 2012 بدأ الشباب يجوا من سوريا إلى العراق، فالشباب هذول وجدوا فرص في المنظمات واشتغلوا كسبوا خبرة ولو من الشهادة، بعد سنتين ثلاثة أربعة إنه الشباب أصحاب شهادات عالية ومع ذلك لم يجدوا فرصة في دخول المنظمات والعمل الإسلامي، وعند دخولهم بقوا أدنى مرتبة من الذين سبقوهم في العمل، فهذا من أسباب التحديات اللي صارت. طيب، هل في أسباب أخرى للتحدي؟ التحدي أو التحدي واقعي. تحدي واقعي، وده موجود حتى في مصر بالنسبة للسوريين وفي السودان، إنهم ناس نشيطين، وهم لاجئين، وبدأوا يعملوا بزنس، وبدأ بعض الناس من الأهالي يقولوا طب إحنا ما بنعملش بزنس ليه؟ التحدي تعال، اتفضل. لما تكون منظمة منظمة الزعيم، فهو هذا التحدي الأكبر. مش فاهم. عمار نصر الدين حاسب في مؤسسة الإغاثة الإنسانية. المنظمة لما تكون منظمة الزعيم، الزعيم هو اللي يقرر من يعين. بالضبط الفرق أصلا. عشان بس نحكي بقى. يبقى هنا احنا بنتكلم عن الحكمة. لو كان عندنا نظام الحكمة بتاعنا نظام سيء، يبقى صاحب القرار فرد. مش الهيكل، مش الجمعية نفسها. بترفع إيدك. مش نفس التحدي. التحدي ده بيكون عملي بالنسبه لنا، فعايز بس ايه نسمع منه كم يعني عمرك تكون تحدي يعني تكمل الكلام اللي حصل. انا بعد ايدي قبل ما يتكلم عن خصوص هذا التحدي فقصدي اخذته مداخلتي. اكيد انا محمد عباس مهندس، عندي منظمه اونلاين للتدريب والتطوير، منظمه فتيه صارت يعني قبل السنه، عندنا مشروع شبابي تطوعي صار له تقريبا 5 سنوات يقدم كود اغاثه. يعني واضح أداء المنظمات المجتمع المدني في العراق نتيجة يعني فترة طويلة من انعدام العمل المدني كان أكو توجه معين للبلد بشكل عام، فأكو تدني بعمل هذه المنظمات إدارياً على مستوى التخطيط على مستوى النتائج. الإشكالية هل هي يعني في نوايا في الرغبة في أن نكون لدينا منظمات يعني في مستوى احترافي جيد، في نوايا في الهمة في الحماس مثل ما ذكر أخ أنه أكونية أو ما أكونية، أم في المال؟ الإشكالية في المعرفة أصلا. أنا باعتقاد في إشكالية في المعرفة، أكو حماس خصوصا عند الشباب، أنا بحتك كثير يعني أتكلم لك عن هذا الفريق الشباب بأكثر من 200 شخص، الكل لهم نية جيدة ورغبة قوية في أن يعملوا شيء وأن يقدموا وأن يكونوا عنصر مضيء في هذا السواد الكبير، لكن الإشكالية في المعرفة وفي هذا العمل تحديدا، يعني ما تكفي الكتب أن تقرأ كتاب هنا وهناك
نحتاج الى قدوات او ناس لهم خبرات عمليه واضحه. يعني ليش؟ لان انت امامي لكن رجل مثل حضرتك لا هو كمثال. يعني نحتاج الى مؤسسات ناجحه، نحتاج الى مؤسسات ناجحه، ناس رواد فيها لديهم خبره واضحه ينقلون هذه التجارب من خلال دورات، من خلال حتى ان كانت الدورات يعني مدفوعه الثمن. هناك كثير ناس قصد لديهم اشكاليه معرفه، طبعا هذه في جزئيه منظمات المجتمع المدني وفي كل اشكاليات البلد ايضا الاخرى. هنا في حلين، حل الحوكمة وحل توريث الخبرة. توريث الخبرة احنا موجودين فيه من امبارح. احنا مش جايين نديكوا تدريب تكنيكال قدر ما نديكوا التجارب. ده الكلام اللي نتكلم عنه في المحاسبة، تجارب كلها. جزء تكنيكال نتكلم عنه دكتور سيد، انا كل كلامي تجارب. حتى دكتورة عمل ما اتكلمتش من قانون الانسان الدولي كقانون. لكن الاصل دلوقتي عشان نخرج من التحدي ده تحدي اخر، الاصل ده العمل الانساني اصبح حرف ومهنه ومهمه ارضه انكم ما تعرضوش او ما تتعرضوش ليه الا تكونوا تعرفوا اساسيات، خاصه في ممكن تكون متطوع لكن تبقى صاحب قرار ما عندكش معلومه. لا ابدا، انا مش عواطف ولا وجاهه ولا يعني منصب. لان احنا نتكلم دلوقتي في 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 امه عربيه فيها يعني سوريا فيها 12 13 مليون بلد، البلاد دايما فيها 7 مليون على وشك المجاعه، الصومال فيها 1.5 مليون على وشك المجاعه، انتوا عندكم 3 مليون نازح داخل العراق والدمار معاه. فما ينفعش اجيب واحده ولا واحده تقعد بس تصرخ وخلاص. لا، فقاعده اللي هو الفرد اللي هو الاوحد او قاعده عدم المعرفه مهمه جدا 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 في الموضوع عشان نحل المشكله بتاعتنا. ولازم ندرب الشباب، انا عايز اعلق في النقطه حتى عشان نقطه تحدي ثاني. لازم ندرب الشباب شئنا ام ابينا. حرام علينا ان نموت قبل ان ننقل الخبره. حرام علينا. انت عايز ايه؟ لا مش هخليك تشوف بقى ديكتاتوريه الرجل الاول ده. خلاص طالما هي امراه يبقى نديها مره اخر حاجه كده عشان عايزين بقى تحدي اخر بعد كده. ها؟ أنا سجى الصباح سينيور فاينانس أوفيسر إسلامي كريليك. أتكلم عن التحدي اللي إحنا واجهناه طول فترة عملنا مع موظفين محليين. كنا يعني وصلنا لأحسن مستوى الحمد لله إنجاز. ولكن التحدي إنه حين تم يعني تغيير الإدارة أو تغيير ال لاي مانجر هو المدير من يعني من دول خارجية يعني أدوا ومع أفكارهم. وكما طرح الأستاذ حمزة إنه لازم أنت تتكيف مع المجتمع قبل يعني ما تجي تفرض أفكار، لازم تفهم المجتمع. فكان يجون بأفكار تتضارب مع مجتمعنا ومع أسلوبنا في العمل. وأعتبر هذا كان أكبر تحدي في كيفية التوفيق بين عملك وبنفس الوقت الاستجابة لمديرة اللي هو أفكاره تتناقض مع ما أنت تهدف منه. هنا بقى بنتكلم عن أحد مفرجات مؤتمر القمة الإنسانية اللي اتعمل في اسطنبول السنة اللي فاتت. حد فيكم حضره؟ مؤتمر أنت ما حضرته. كيف حضرته؟ مؤتمر القمة الإنسانية كان أحد مفرجاته الأساسية اللي هو تقوية مؤسسات المجتمع المحلي. تقوية
اخويا مؤسسات المجتمع المحلي مش بتتكلم عنها. يعني انا وظيفتي دلوقتي كمؤسسه دوليه ان انا اربي 5 أو 10 أو 20 مؤسسه محليه. كم حركه؟ 4 النوت اضعف محليه. لابد علينا ان احنا ما نقعدش هنا طول عمرنا كمؤسسات دوليه، ويكون في بيننا وبين المؤسسات المحليه والافراد علاقه تشاركيه تكامليه. من اول يوم ربي كوادر محليه كمجتمع مدني دولي من اول يوم. لذلك احنا جينا وحنيجي تاني العقلاني معايا. صوتك حلو. كان ده صوت حلو لو كان مات الملحنين كلهم. اتفضل اخر واحد عليك ده، وعايزين بقى حد تاني من الشباب. يلا مساء الخير. من انت؟ اولا عذرا للتاخير بالوصول، انا كرمال عثمان مستشار في مجلس الوزراء في لجنه التوفيق. انت حكومه. حكومة مصر مخاطبنا رئيس النسائب المستشار مفوضة عليا في حقوق الإنسان في كورسان. صوت واضح؟ يجي صوت؟ أوكي بدون صوت. إيه جي بدون صوت. طبعا بشكل سريع جلسة وراء ضبور فممكن أن تكون من البروغرام. تأليش المجتمع المدني في العراق عبارة عن حقبة المجتمع بدأ في 1991، ولكن 1991 لحد 2003 كان العمل مع المؤسسات الدولية على مستوى الإغاثة والمساعدة فقط، اللي هو الهارد سايد، مثل الأوغام الأرضية، مساعدة القرى والأحياء في إعادة الإعمار بعد عملية الإرهاب والتهجير، ومثلا مساعدة الدوام الدخل المحدود حتى يعني تنتشر قدر ما بعد الحرب. وراء 2003 بدأت مرحلة جديدة في المجتمع المدني اللي هو سوفت سايد، متعلق بحقوق الإنسان وحقوق المرأة والحماية الدولية. هذا التجربة الموجودة في كردستان. الإخوان في العراق بدأوا هذا التجربة وراء 2003، لأن تعرف أن نظام الحكم في العراق في هذا الوقت كان نظام اشتراكي، وفي المدن الاشتراكية في مجال النقابات والمؤسسات الأخرى على هيكلتنا فقط، ولكن سيفل سوسايتي أورجنايزيشن مؤسسات المجتمع المدني كان ما عندنا مجال. فإذا نتكلم على الهيومن ريسورسز الخبرات الموجودة في إقليم كردستان تقريبا على مستوى ممكن أن تكون على مستوى الدولي، وكثير من الموظفين المحليين يشتغلوا مرة في الثلاثة في إقليم كردستان، حاليا يشتغلون في نيويورك وفي جنيف وفي كثير من المدن. أحد التحديات الأخت العزيزة أشارت إليها الخلل داخل المنظمات المجتمع المدني، ممكن إحنا بالأساس نستقل نفسنا. أنا أعتبر نفسي ما يقولون عضو من المجتمع المدني اكثر من عضو من الحكومه، لان انا تربيت وبديت في العمل في المجتمع المدني، كان احد السكسس ستوري في ان يكون الحكومه تقبل الحكومه بنفس العقليه. اولا كثير من منظمات المجتمع المدني عندها نفس الهدف، ولكن الحدث كثير الكواليتي والكوانتيتي. احنا غير قانون منظمات المجتمع المدني في بغداد وفي اردن مختلف، ولكن هل لدينا علم بالقانون الموجود في الاقليم مثلا؟ هل لدينا المام بالالتزامات القانونيه الموجوده؟ الهدف الاساسي من المنظمات الدوليه وشكرا من الإغاثة الإسلامية وكثير من المنظمات عدم إعطاء السمكة، بس كيف يعرفون يعني يعلمونا حتى كيف نصطاد السمكة، هذا مهم جدا للسستينابيلتي. فإذا أحد الأسباب اللي هو استراتيجي بوينت بالمستقبل خلال 10 سنوات كيف نقدر نهيئ الكوادر المحلية حتى يعتمدون على نفسهم، وليس كل مرة نجيب الإكسبرتس خارج البلد. وهذا موجود في قانون في كردستان، قانون منظمات المجتمع المدني عندك نسبة معينة مثل قانون الاستثمار لازم تستثمر حتى تقلل من البطالة، حتى تستثمر الطاقات الموجودة في المجتمع. فلذلك نتواجه هذه المشاكل اللي هو المحسوبية والمنسوبية. منظمة ممكن مجتمع مدني بالاسم، ولكن عائلية كهيئة إدارية أو منظمة داخل شنطة غير خدمة المجتمع. فالتحديات كثيرة بما في ذلك المحسوبية والمنسوبية والكوربشن، ولكن يجب أن نفتح المجال حتى نهيئ الكوادر المحلية تكون في مستوى بالعكس من المستقبل ممكن سفراء في البلدان الأخرى لتشارك التجارب اللي ممكن موجودة هنا. جزاكم الله خير. واحد نتكلم جزاكم الله خير. أهم نقطة قالها أخونا، هل إحنا عارفين القانون اللي بيحكمنا؟
العمل الإنساني عشان نطلب حقوقنا ونيجي نقول الحكومة يا حكومة عملي كذا وكذا 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 وكذا. أنا ممكن أتعارك مع الحكومة وأسب الحكومة لكن أنا مش عارف القانون. فلابد أن نعرف حقوقنا كمجتمع قبل ما نبتدي إيه نتكلم على التحديات والحاجات دي كلها. طيب ننتقل لنقطة تانية من سؤال تاني من أحدكم أو أحداكن. الأخت كانت هي حكومة ولا حكومة طبعا هتبقى تفيد هوا شوية. الدكتور محمد دلوقتي طيب بقى خطبنا الحكومة برضه يعني. يلا اتفضل. بهاء راوي رئيسة منظمة شمس للمرأة والأيتام وعضو مجلس محافظة الطردات. قبل كل شيء أنا أقصد منظمة من 2004 سجلت 2006. بالنسبة لمنظمتنا تشرف على 18 مخيم في قاطع الكرة للنازحين وأسست مخيمين، مخيم دهاء الراوي في حي القبرة ومؤسس مخيم الغزالية التشريفي في منطقة الغزالية. مخيم اللي في حي القبرة من أسسنا لقينا تحديات صعوبات منها الموافقات الأمنية والموافقات الرسمية من الجهات الحكومية بالنسبة للأراضي. وكذلك المنظمات اللي ساعدتنا لاقت صعوبات في إدخال المواد. اليوم احنا هاي التحديات لازم نجاوبها. التجارب اللي احنا مرينا فيها اليوم إقامة مخيمات في نينوى لازم هاي نوجد لها حل حتى نستطيع أن نأسس المخيمات في نينوى. إذا تحدياتنا هي الموافقات الرسمية والموافقات الأمنية في دخول النازحين وكذلك في دخول الآليات لداخل الأرض المحتلة. عشان برضه كده من هو التحدي هذا مو بس التحدي هذا مو بس متعلق بالمنظمات الحكوميه خاصه المنظمات الاجنبيه الحكوميه كويس يعني وغير تحدي عام المواصفات الامنيه والحكوميه. طيب شوف تفضل. فخر الدين حمزه منسق اعمال منظمه جودي. حابب اذكر ناحيه انا سوري طبعا لاجئ في كردستان منذ 2012. كان لي شرف مع مجموعة شباب لاجئين سوريين نتشارك في تأسيس منظمة جودي من ذلك التاريخ. كثير من الأحيان كما يقال الإنسان ابن بلده. بسوريا ما كان عندنا فرصة نشارك في ميدان العمل عمل منظمات المجتمع المدني لأنه بصراحة كانت فكرة على الحكومة. كانت باسم منظمات المجتمع المدني ولكن حقيقة كانت هي جزء أو فرع من مؤسسات حكومية. فهون في كردستان حصلنا على هذه الفرصة ومن خلالها خدمنا نتصور أنه شاركنا في خدمة أبناء جلدنا من اللاجئين أو النازحين. سؤالي أو نقطة اللي حاب أذكرها من 2012 بدأنا كشباب متطوع بعد سنة حصلنا على رخصة تابعنا العمل بدون مقر بدون أي إمكانات. بعد ما أخذت الرخصة بعد ما أخذنا الرخصة حتى كمان ما كان عندنا مقر. هاي السنة تقريبا السادسة صارنا أقل من سنة حتى لدينا مقر. كانت بيوتنا هي مقراتنا مكان اجتماعات مكان تنفيذ أنشطة تحضيرات. فبصراحة الوقت الطويل اللي استغرقناه بدأنا من لا شيء ما كان عندنا لا خبرة ولا إمكانات. يعني ميدان تطوير الإمكانات المطالعة الشخصية تعرض النظر استفادة من تجارب الآخرين هاي كانت. فضعف الموارد كان أحد أسباب تطويرنا. فبفضل هاي المبادرة اللي حضرتكم عم تقوموا فيها فهي باب كبير لنا حتى نطور الكلام ويا ريت تزداد هيك مبادرة. هذاي هو قال كلمة جميلة جدا ضعف الموارد كان حافزا للتطوير. أقول لك حدوتة أقول إحنا بدأنا ب
20 قرش. انت بدأت بكام؟ بدون اي قرش. ولا قرش حشيش حتى. يعني كان 80 عصر بتاعه في افريقيا، انا كلام عن الناس الاسلاميه، كانش عندنا اي تصور لاي شيء، كانش عندنا اي مخرج، اي شخصيه ملهمه موحى اليها مرموقه غنيه. زيارتنا للسودان في الوقت ده في اجتماع هناك، انا رحت هناك السودان في الاجتماع، خلتنا نبتدي نؤمن ان هنعمل شيء للناس اللي حاصلين مجاعه في شرق افريقيا في اريتريا وتجرار. وقفت انا في مصر، حبيت اصور كده، خدتهم من الناس في السودان وريتهم الاهل، دفع اداني 5 جنيه 10 جنيه 20 جنيه 50 جنيه 100 جنيه مصري مش استرليني. واول تراجع جالنا من طفل صغير كان ثمن الشوكولاته بتاعه اللي هيشتريها 20 قرش مصري. خلاص؟ رجعنا بالظبط زي ما انت قلت كده، عملنا اسف في البنك. حطينا فيه المبلغ اللي احنا جمعناه من مصر، من عيلتي يعني، من عيلتي من عيلتي من عيلتي من عيلتي مش من حد تاني. الحمد لله ما كانش فيه ارهاب في الوقت ده. وبعدين خطبة الجمعة في جامعة برمنجهام وخطبة الجمعة في جامعة أستون، وسميناها اسم تغويل أو كده. وبدأنا الشغل من غير أي شيء. أي شيء تتخيله. كانت زوجتي ربنا يديها الصحة بتكتب، كان في حاجة اسمها آلة كتبة، تختار؟ الآلة الكتبة، التايب رايتر. شوفوا في الدائرة هناك. الدولة العثمانية كتبة. قول إيه؟ الدولة العثمانية القديمة. وأنا أنا من بقايا الدولة. أنا من بقايا عصر الديناصورات. أنت السيسورس. أنا فريش بعد. فكنا بنكتبوا في البيت كده، وكان معايا شاب فلسطيني عراقي من أصل فلسطيني. زوجته كانت بتعمل ايه جمع تبرعات عن طريق يعني تدريس الايه عمل خيري الى اخره. بدانا هكذا. لا كان في مجلس اداره ولا حنكش ولا بنكش ولا اي حاجه زي كده هو، ولا مناصب تخينه، ولا حد ورانا يقول لك اصل انت طالما اسمك انت عارف اسم العيله بتاعتي يبقى انت وراك كذا وكذا 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 وكذا. ها؟ كبرت 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 لان انت حافظت على البذره اللي هي الفكره. واصبحت تختار على الارض فانت حاولت عليها زي ما انت عملت بالظبط. يعني احنا عملنا اللي انت عملته. لم توقفنا الامكانيات. المنتدى الانساني ده اللي هو كان شريك في مؤتمر القمه الانساني السنه اللي فاتت، كل الموظفين فيه ثلاثه. اثنين فول تايم ها؟ ويمكن اثنين بارت تايم. وانا لسانهم الطويل. حاجة. هو ده. وعندنا مكتب فيه ترابيزة ألف وترابيزة بي. عندها ايه؟ ده مكتب وده مكتب. ساعات بنبدل ما بين الموظفين عشان ده يجيب الاثنين والثلاث والتاني يجيب الاربع والخميس. وهكذا. انت فاكرني بقى ان انا جاي وعندي عمدة وبتاع ده وكذا وكذا. الغزة مثلا فيها يمكن 5000 موظف بس. خلاص دي مرحلة منتهية. سمعت خدت بالك بالكلمه دي؟ دي مرحله وانتهت. نقعد بقى من عنده كرسي اللي عنده كرسي. فاوعوا تخلوا الامكانيات الماديه عقبه ليكم في اي عمل تقوموا. بس رد على التحدي اللي هو بتاع التصريحات الامنيه. موافقات. موافقات. هم موافقات. ابدا من نقطه قانونيه ممكن تفوز حتى اوضحها. اولا في اثنين كردستان في مركز اسمه مركز جي سي سي. مركز إدارة الأزمات، هذا تابع لوزارة الداخلية. بعد ما هجمت داعش فكان هناك فكرة حتى أن تكون هناك مؤسسة تنسيقية جمع بين كل مؤسسات الجهود وتوصيل المساعدة للنازحين واللاجئين بشكل أسرع. أي مؤسسة المجتمع المدني تحبها تشتغل مثلا عند كتاب من مجلس الوزراء أو وزارة المالية ممكن يأخذ حسب البيروقراطية أسبوعين. الجي سي سي يوفر الخدمات اي شيء عن طريق الجي سي سي تقول اسمع الضرائب كل منظمات المجتمع المدني المؤسسه في افغانستان او مسجله في افغانستان مؤسسه في بغداد او مسجله في افغانستان ما في ملكوت او من الضرائب اي مؤسسه مجتمع مدني لا تدفع ولا دولار من الضرائب سواء في شراء الاغنيه او
الاوفيس او حتى في شراء السيارات وتسجيل المركبات سيارات باسم المؤسسه ما في امكان الضرائب والرسومات. الادخال الملكي كثير من المنظمات الدوليه سواء كان محليه او دوليه اذا عندهم نيه لجلب المساعدات ونحن اشتغلنا على ذلك ممكن مليون ريالات فقط يوجه كتاب الى مركز جي سي سي يطلب اخفاء الكوميدي في اي منطقه دولي يدخل المواد بدون ان يدفع اي جمرك او اي شرط. لا يوجد اي مانع قانوني يجي الانشاء في القناه لاخواننا في سوريا اللاجئين للعمل منذ من الوجال. هناك موانع للعمل عند كافه الحقوق القانونيه الموجوده لكافه المواطنين سواء كان في اقليم او في القران. لا يوجد اي مانع العمل في مسار المجتمع المدني او القطاع الخاص حتى في قطاع العام وحتى عملنا مع وزارة التعليم العالي لتوفير مقاعد دراسية لإكمال الدراسات اللي ممكن تجربة في سوريا حتى يكملون. فهذا السنة يعني خبر مفرح خصصنا 15% من المقاعد حسب الاختصاصات عن طريق اتحاد الطلبة واللاجئين السوريين. لأن في إقليم كردستان لا يوجد وزارة الهجرة والمهاجرين فلذلك مجلس الوزراء وزع الصلاحيات في كل محافظة سليمانية حلبجة أربيل دهوك عندهم كم صلاحيات للعمل والمساعدة المجتمع المدني بدون أن يرجع إلى مؤسسات الإدارة العليا. فإذا عندهم أي شيء ممكن تشتغلون بالتماس المباشر مع كل محافظ. وأيضا في دائرة منظمات المجتمع المدني سنوية خصصت لكم ميزانية 5 مليارات دينار كمنحة أكسس تو فند ولكن مع الأسف تبلشون من 5 قروش مثل ما بلشت في البداية. ولكن بسبب الأزمة المالية والحروب داعش حاليا واقف ولكن قريبا جدا يبلش تخصيص الميزانية. وأي منظمة أيضا مؤسسة أو غير مؤسسة مشددة في كردستان عندها حق أن يقدم بروبوزل وعندها حق الأكسس تو فند. شكرا هذا توضيح ممكن القانون. جزاكم الله خير. ولو في أي شيء ممكن تواصلوا مع أخونا عبر الإيميل اللي بعت الإيميل بتاعه عليك أو تواصلوا معنا. ده بالنسبة للتصريحات الأمنية أو الموافقات هنسموها أو الآخر. على هو طبعا أنا بتكلم عن كردستان وفي نفس الوقت أعتقد ده بالنسبة للسياسة الحكومة العراقية عملها خاصة في منطقة نينوى اللي حصل فيها التوجه المواجهة دلوقتي. أي تحدي آخر؟ تحدي جديد؟ هنا الخطورة. اتفضل. تحدي جديد. من أنت؟ أنا اسمي ستاف من المؤسسة البارزاني الخيرية بي سي إم. أول شيء لازم أقول يعني شيء أنا عربيتي مش زينة يعني أنا تعلمت من المخيم. كنت اشتغل بالمخيم وتعلمت من الناس اللي بالمخيم. عربيتك زي الفل. شكرا. اتغني بعد شوي. احنا كالمؤسسه البارزاني الخيريه نسوي الاداره والاشراف على 13 مخيم بالاربيل والموصل. وعندنا المشروعات الاخرى همين. والشيء اللي انا اريد احكي عليها هو يعني بعد الهجمات الداعش على هاي المنطقه صارت الانشقاق والبعد الاجتماعي بين الناس اللي يعيشون بهاي الاقليم بهاي الدولة. وعلى يعني كالنتيجة احنا عدنا المشروع هسه وهو المشروع اطلاق مبادرات التعايش السلمي بين اليزيديين والمسيحيين والمسلمين وبين كل الناس اللي عايشين بهاي الدولة. وكالبداية يعني احنا نحاول يعني نخلي الناس مثلا الجروب من المسيحيين يجون يبنون المعبد لليزيدين واليزيدين يجون يعني يبنون معبد او المسجد للاسلام يعني المسلمين يجون يبنون اي شيء للناس الاخرى اللي عايشين بهذا. يعني احنا نشوف هاي المشكله كبيره حصلت بهذا الاقليم وبهذه الدوله ولازم نصححها ونحاول يعني نخلي الناس شلون يعني يبدا يعيش ويا البعض بالسلمي والسلام. جزاك الله خير. أنا طبعاً الموضوع ده موضوع مهم جداً وحساس جداً وواقعي جداً وفي بناء السلام والسلم والأمن المجتمعي. العملية مش عملية مسجد فقط وعملية كنيسة أو معبد، لا ده عملية تعايش. إحنا عشنا هنا في هذا الإقليم آلاف السنين أو مئات السنين. كان حد يجي يقسمنا ويشرذمنا. هي بتعمل مشروع في كل هذه التحديات. وقد يكون مشروع فيه وعي توعوي لدكتور أمل. مشروع وعي اللي هو نحن نتكلم امبارح عن وعي امبارح ليه؟ ادفوكسي او الاويرنس او اللي احنا سميناه في القران الحظ ولا يحض على طعام المسكين. هنا بقى حض على ابناء المجتمع. هل انتوا عندكم
أي تصور لكيف ننجح مشروع مثل هذا بهذه التحديات. تكلمنا على قضية مهمة جدا، ودي من عنده فكر خارج غريب على البلد يدخل ما بين مفاصل المجتمعات وينفذ إليها، ودور مؤسسات المجتمع المدني هي تسد هذه المنافذ. ده خطورة خطر جدا، ساعات الحكومة تكون منشغلة بقضايا كبرى، لكن الخروم دي، الثغور دي، المنحنيات دي انتوا اللي تقوموا بيها عشان تألفوا بين كل هذه الطوائف والملل والنحل داخل المجتمع. انا عندكم تجربة في هذا المجال، الاقليات اللي هو المكونات المجتمعيه عشان نسميها اقليات. ففي الفتره الاخيره في الاغاثه الاسلاميه للعراق، من انت؟ ما احنا مش عارفينك، تعالي هنا اللي مش عارفينك انت. انا امل، وبس امل مع امل حياتي. لا انا امل واعوذ بالله من قول انا مديره الاغاثه الاسلاميه. انا امل، انا امل وانت امل. ف ففي فتره الشهور الاخيره متعلقه بالاغاثه الاسلاميه بالعراق كانت سياسه فريق عمل اننا نتاخذ سياسه بنسميها بالانجليزي بوزيتيف ديسكريميشن. دمجنا معنا اخوه مسيحيين، اخوه شيعة، نتعامل مع الاخوه الاكراد، معنا اخوه تركمان، معنا من كل الطوائف ومن كل العرقيات المتواجده بالعراق، وهذا نعتبره كبدايه للتعايش السلمي. قبل ما تدي رساله او تسوي مؤتمر وتقول انا اريد اشجع على التعايش السلمي، فلازم يكون هم ان دور مودل بالعراق. مثال ما تجيش وتقول للناس اعملوا شيء وانت لا تؤمن به. فقبل ما ابدا في هذا المشوار، لان هذه الخطوه الثانيه لي، انا قبل ما اوصل هنا كانت هذه الرؤيه متواجده علما بواقع العراق والتحديات اللي نواجهها. كانت من اول السياسات اللي نفذها التنوع العرقي الديني والقياده النسائيه. يعني النسائيه عندنا تقول القياده الذكوريه. طيب هذه مثل مؤسسه دوليه موجوده هنا وعندها هذا التنوع، ممكن تشوفوا التنوع ده في الشباب اللي موجودين يعملوا او نشرف بانهم يعملوا نشرف الاغاثه تشرف بانهم يعملوا فيها. طيب تفضل. شو الان سويت بشكل سريع؟ طبعا ان شاء الله تنتهي ارهاب داعش قريبا جدا. عملنا كمؤسسات مجتمع مدني ممكن يتغير من عمل الاغاثه والمساعده في المخيمات الى عمل اخر. من احد متطلبات مجتمعات ما بعد الحرب للمصالحه اللي هو عوده النازحين واللاجئين. فاذا كثير من الافكار حاليا ممكن ان نطبقها كمنظمات مجتمع مدني. اللي حصل في العراق ليس شيء يونيك، يعني ليس شيء نادر، هذا حصل في كوسوفو، في رواندا، في كمبوديا، في كثير من الدول. اولا تقديم بروبوزلات او ورقه العمل بشكل عام على موضوع المصالحه مهم جدا. كيف مثلا واحد يزيدي ان يرجع الى سنجاد بيعيش بجوار واحد عرب سنه، هذا مهم جدا. يعني مثل ما تفضل الاستاذ، السلم العسكري اذا واحد عنده بوليس كلاشينكوف والمسدس هذا ما يضمن مستقبل البلد. السلم المجتمعي، السلم الصحي، اذا انا مريض في مستشفى. حاليا اذا رجعوا النازحين واللاجئين ما في مستشفى، اذا السلم المجتمعي بيخرب، السلم الاجتماعي اذا ما في عمل. احنا كمنظمات مجتمع مدني كستيك هولدر، يعني نظره الحكومه ليس لمنظمات مجتمع مدني بانه ضحيه وانا اساعده، لا، بارتنر وستيك هولدر. كيف نعمل على مصالحه اولا؟ ثانيا توثيق. احنا قليلين جدا في منظمات مجتمع مدني في مجال توثيق الجرائم. التوثيق ليس فقط الإدانة والمحاكمة، التوثيق أيضا عنده دور للمصالحة. خلال التوثيق أنا بعرف بأنه الشيخ العرب بن موصل ساعدت 200 إمرأة يزيدية وانقذتهم، هذا تجربة جميلة جدا للمصالحة في المستقبل. هذا حدث في بلقان، في دول البلقان، كثير من البلدان. فدور منظمات المجتمع المدني على العمل على، ممكن انا كحكومه بشتغل على توثيق والداتا بيس احتاج 5 مليون دولار، ولكن انتم كمنظمات مجتمع مدني ممكن مليون دولار. فاذا التوثيق مهم جدا، عمليه المصالحه، بناء القدرات في قضيه المفاوضات، حل النزاعات بالطرق السلميه، ما هو مهاره المفاوضات. الافكار الجميله ايضا كثير في المؤسسات الدوليه ممكن تقدم منظمات المجتمع المدني جزء من الاستثمار، جلب الفلوس من برا الى داخل البلد حتى
تستخدم في التنمية البشرية. لأن يعني هذا النظرية القديمة البقرة الحلوبة يعني كل شيء من الحكومة هذا غلط. في قانون الاستثمار، في جلب الاستثمار بنبر نفس الشيء. مثلا وجود لغاية الإسلامية فرصة لازم نستغلها. فهذا التنوع في العمل بالمستقبل ممكن تكون أحد التحديات. فمن الآن نبدأ بالتفكير حتى نهيئ نفسنا يعني في مرحلة قادمة اللي هو مرحلة ما بعد الحرب. شكرا. شكرا. عزيزي حاج. تحدي آخر. هل تتكلم على السلم والمجتمعي؟ نعم. ها؟ السلم على نفس الرجال. على نفس الرجال. مناج. طيب. طبعا اللي يتكلم به الاخ كله موجود ومن قرار 1325 اللي هو اثناء الحرب وبعد الحرب، وهذا يدعو الى المصالح الوطنيه، يدعو الى السلم الاهلي، يدعو الى توعيه النساء ما بعد الحرب. وهذا قرار مجلس الامن سنه 2000 وقررت الدوله العراقيه وخصصت له ميزانيه، لكن الظرف الاقتصادي الحالي لا يسمح. لا، فوجب على المنظمات المحلية وكذلك الوزارات أن تخصص أموال من ميزانيتها لتطبيق قانون قرار 1325 وخاصة بعد التحرير. فإحنا قائمين على هذا العمل، وإن شاء الله المنظمات المجتمع المدني الموجودة في بغداد تتواصل ويانا حتى يصير تعاون بيننا. نفس الموضوع بالنسبة للسلم الأهلي الآن خلاص تمام. سلم تمام. تفضل. أنت بدأت المشاكل كلها. ما في مشكلة، ما في حلول. نعمل مشكلة. أنا ملان مشان التعايش السلمي بين المجتمعات المحلية حتى اللاجئين والنازحين اللي يجوا. بصراحة نحن كمنظمة باو نشتغل على هاي الأمور جدا، ونبدأ من الطفل. الطفل نفتح له مركز صديقة للطفل بيجي عليهم من كافة الأعمار من عمر الصفر يعني من عمر اليوم. طبعاً لكل العمر له نشاطات مختلفة ومن كل الجنسيات والعرق والقوميات. إضافة داخل المساحة عم نعمل توعيات للأهالي وللأطفال مشان هاي التعايش السلمي والتمييز اللي عندهم اللي صاير عندهم من زمان ومن التقاليد القديمة. عم نحاول نمسح لهم اياها اضافه للدورات والتدريبات والستاف اللي عندنا. غير هيك انه فروعنا منتشرين بكثير مناطق بالعراق. ف مثل ما قلت لكم بلشنا من الطفل، هلا في عندنا كثير مشاريع بهاي الامور. لما تتكلم عن التعايش السلمي وبناء الامن والسلم المجتمعي، في تحدي اخر تضعوه؟ طيب بس حد لك حد اخر لك بس في له عشان هو مكان تحدي آخر. تحدي آخر. أنا هبال من مؤسسة العلاقة الإسلامية بالدهور. أنا اشتغلت في منظمات هواية بخارج البلد وداخل البلد. أهم شيء عراق أنا لاحظته إنه المنظمات كثير منظمات مدنية ما تستفيد من الأخطاء اللي راح تركبها أو تواجهها. يعني عدم الاستفادة من أخطاء المنظمة نفسها أو من أخطاء غير منظمات أخرى. فهاي يكون تحدي واضح كيفية الاستفادة أو يعني أخذ بالضبط من الأخطاء. شوف. ده مهم جدا جدا كتحدي ان احنا مش عيب نقول اننا اخطأنا. الرسول صلى الله عليه وسلم في سورة عبس وتولى يعني ربنا نزلها في القرآن لما هو احكم او يعني اجل مش احكم يعني اجل اللقاء مع عبد الله مكتوم عشان زعماء قريش كان يعمل انهم يخشوا في الاسلام من الاخرين. ربنا نزلها في القرآن عشان تبقى بالنسبة لنا ده اجتهاد الرسول كان كان شخصي عليه الصلاة والسلام، لكن مع ذلك سجلت نحن عشان ما الذكر عليها بزكة أو الزكة فترفعه الذكر. أما من سجل فانت راه تصدق. تبقى قد إيه؟ ربنا حطينا قاعدة في القرآن من
الأول صار مصدر الدعوة كله. فإحنا لابد علينا أن نراجع أنفسنا ونقول نحن أخطأ. أنا هذا المصدر هنا هو خدنا مليون دولار من 20 سنة من الحكومة القطرية وضربت أوقاف عشان تبني مدرسة في ألبانيا. بعد سنة ما عرفناش نشتري الأرض. خلاص ما عرفناش نشتري الأرض. وخدت الشيك بمليون دولار وسافرت الدوحة وقلت الوزير تعال معايا الوزير اتفضل. قال لي ايه ده بتوع الشيك؟ قال لي ليه؟ قلت له ما عرفش اشتري الأرض هضحك عليك؟ قال له انت أول ناس ترجعوا لنا فلوس ومبلغ من الحجم ده. فاحنا اخطأنا احنا اجتهدنا بس ما نجحناش. لذلك علينا نراجع خطواتنا وتجد كل الاستراتيجيه بتاعتنا. وكل الاشياء اللي اتقالت امس واليوم مع الاغاثه الاسلاميه على شاركيهم بيها. راح يكون تقرير مع ردا على طلب الاخ. غالبا في نهايه كل الورش نبعث تقرير مع المواد التي تم التطرق اليها والرسائل البريديه للمتدربين وللمشاركين. وحتى بعت لهم الايميل بتاعك. ايه؟ ما عنديش ايميل اصلا. محمد ثانيته من جودي. منظمه جودي. جودي كل شويه علينا بقى. عند بدء دخول السوريين كردستان العراق، طبعا انا السوري، فالمساعدات قدمت للسوريين حكومه وشعبا، واعتقد يعني الحمد لله ما ضل سوري ما اخذ خيمه او اغراض منزليه على نطاق واسع. ولكن الذي حدث المساعدات عندما قدمت بكثره اصبح هناك حالات جشع حسد بغض عند الأخوة السورية. يعني المقصد أنه الإغاثة بالشكل هذا أدى إلى ثغرات في أخلاق المجتمع السوري. والله السوري. فلذلك نحن الآن أمام تجربة النازحين جايين على كردستان العراق. هناك خدمات إغاثية تقدم لهم، فلا ننسى في الوقت نفسه أن نقدم خدمات على مستوى القيم الأخلاقي المجتمعي، الانتقال من الفقه الإغاثي إلى الفقه الوقائي. شكرا. نتكلم عن دي قضية مهمة جدا بالنسبة لنا. القضية الثانية مرتبطة باللي انت قلته ده، القضية الأخلاقية. القضية ساعات بتكون المجتمع المستضيف المضيف مجتمع فقير. يجد إن المجتمع اللاجئ أو النازح مستفيد أكثر من كده، حتى على قرار أبناء الوطن الواحد. دي بتعمل شرخ في المجتمع. معناها ايه؟ بس القضية الدارفور في السودان كله فقير، كله فقير خلاص، بس اللي خرج من القرية اديله فلوس وكذا وعلوك مكان، واللي قاعد في البلد دي نفسها وهو نفس عامل نفس المشاكل ما خدش. فهنا بقى بنعمل حاجة انها لابد انها نخدم المجتمع المضيف في نفس الوقت عشان ما يحصلش الشرخ الاخر. اما مشكلتنا احنا كعرب ومسلمين للاسف يعني نيجي في المواسم ونطلب، يعني اللحمه تيجي في العيد بس الاضاحي وبعد السنه كلها، وبعدين الاكل وصوم رمضان ما الناس نايمه طول السنه، لان انا هقعد انفخهم 30 شهر يوم، وبعدين في 335 يوم امصهم بعد كده. فلا بد احنا كجمعيات يعني مثلا حولنا مشروع الأضاحي من مشروع ذبح آني إلى مشروع تعليم. بقينا نعمل أضاحي في أستراليا أو في نيوزيلندا عشان تتوزع لحوم الأضاحي بتتذبح في أيام التشريق تتوزع طول السنة. حولنا كلمة إفطار الصائم في رمضان إلى إفطار الجائع ولا بيسموه الفقير أو الجائع أو حاجة كده. سنة اقتصادية بس ما حطناش فيها رمضان. ممكن دي تتوزع في رمضان وبره رمضان. فلابد احنا كجمعيات برضك ننظر للايه حتى اللي كانت انت فيها دي حضرتك، ان احنا نقول للمانع ما تحطش كلمة رمضان. نقول له علم، او لانك لازم تذبح في ايام التشريق وبعد كده ايه تبقى توزع في الشيشان. نعم.
خطيت بنعمله ازاي؟ بلحنا اللحم. بلحناه. فيش ثلاجات. بلح الناس عايز تعيش. في وبعدين عملنا السجق اللي هو بيسموه ايه؟ لانشو. مش كده برضه؟ لانشو. السجق. فده عشان يقعد عنده اللحمة الأضاحي ست أشهر. بدل ما تبقى يوم واثنين وثلاثة. فأنتوا طلعوا الأفكار دي اللي احنا استفدنا فيها من خلال ال 30 سنة اللي فاتت. علشان ما يتوزعش حاجة كلها في يوم واحد أو يومين والناس تقعد ما تاكلش حاجة بقية السنة. في حد رافع إيده هنا؟ دكتور تعالى. حد كان رافع إيده؟ لا. اتفضل. التحدي يعني التحدي. نعم. التحدي اللي بنواجهه كمنظمات إغاثة في العراق هو الفرق بين المجتمع المستضيف والفئات المستفيدة من المعونة. ففي بعض المناطق نلاحظ أن المجتمع المستضيف أفقر وفي حاجة إلى دعم أكثر من الفئة اللي عندنا في المخيمات. مثلاً إحنا بنروح نوزع يوم الاثنين، بتعرف عمل الكلاسترز والتنسيق مع الداخلية إلى آخره، واليوم الثاني جاي الأقصر، واليوم الثالث الكاريباس، واليوم الثالث. فالمخيمات كافية ومتجاوزة يعني حاجاتها، لكن بنشوف نفس المدينة والوضع للأخصر، بس ربما معنا من محمد مدحت من كركوك، ناس قاعدة تموت بجوع وناس محليين. وللمنظومة الدولية يعني لما بنحكي عن الدعم الإنساني وعن الإغاثة بنركز فقط على النازحين أو اللاجئين وما بنفكرش في المجتمع المستضيف. والجهات المانحة ما تدلناش مجال إننا نتمجهم في البرامج. فهذا التحدي بنعاني منه. صحيح. شكرا. جزاك الله خير. شكرا. نفس الكلام بس أنا ممكن نناقش المانح إذا كان مانح عربي أو مانح أوروبي أو أمريكي أو الأخر في الدول ده هيخلق بعد كده شرخ. هيخلق شرخ. مشكلة. وده هيؤدي إلى التضارب والانعزالية ثم والعياذ بالله بعد كده يستقطبوا هؤلاء الناس من أبناء المجتمع المحلي من الجماعات اللي احنا لا أنا لا أقدر أذكر اسمها لأن أنا يعني ما أحبش أضيع وقتي إني أذكر اسمه شيء أنا لا أؤمن به. طيب تحدي آخر احنا عندنا كم تحدي دلوقتي؟ التحدي الأول بتاع الكفاءة، تحدي الزعيم بتاع الحوكمة، تحدي بتاع اللي هو القوانين والتصريحات، التحدي بتاع الموارد الماديه، التحدي بتاع اخونا اللي هو معنا خمس ست تحديات ازاي اللي هو بتاع اللي هو المجتمع المحلي كيف تسليم بتاع المحلي من المساعدات. اتفضل. طلعوا التحديات ده انتوا كلكم عايشين على حجر العالميه يعني انا مستغربني هاني بلاوي اتكلم مش عيب انك تتكلم كده. اتفضل. بس انا في الجزء الاول. اتفضل. من انت؟ سمية غانم. الله يبارك فيك عشان صوتك. سمية غانم معيدة في كلية العلوم السياسية جامعة الموصل ومسؤولة مؤسسة زهرة الحدباء للتنمية والإغاثة. احدى التحديات يعني التي نواجهها في الوقت الحالي في مدينة الموصل هي عدم وجود فرص عمل في المدينة مع انقطاع الرواتب لفترات طويلة جدا. المنظمات الإغاثية مشكورة يعني تأتي بالمواد والمواد الإغاثية والمساعدات من خارج المدينة وتتحمل عليها تكاليف النقل والشراء من أماكن أخرى، في حين لو استعانت بأهل المدينة واشترت المواد من داخل المدينة لحركت السوق في المدينة وأوجدت فرص عمل حقيقية لمئات الشباب، وبالتالي مولت أعداد كبيرة من العوائل وحركت حركة الحياة في هذه المدينة. فالكثير من القوافل، مئات القوافل تأتي من خارج المدينة لتوزع سلات غذائية، في حين لو استعانت يعني كمقترح بداخل المدينة وبسوق المدينة لكان يعني أفضل. مهم جدا 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 بناء السوق المحلي وبناء الاقتصاد المحلي. لذلك في كثير من الأحيان احنا بنقول الناس تشتري من داخل البلد، تزرع في داخل البلد، يعني احنا كان لنا تجربه في هذا المكان.
كان تجربة يعني قبل فترة في الشهر الماضي جهزنا حملة للمواد الغذائية فالشباب المدينة يعني كونا فريق في داخل المدينة للعمل واشترينا المواد من داخل المدينة والأسعار يعني نفس الأسعار وإذا في بعض الأحيان تكون أرخص وشباب المدينة هم الذين قاموا بهذا العمل فيعني هاي دعوة لباقي المنظمات أن تحضر هذا العمل. نفس الموضوع ده حصل في سوريا مناطق داخلية بعض الجامعات بتشتري الأشياء وتدخلها من تركيا طبعا بتكون مكلفة والبعض الأقصد بيشتريها من السوق المحلي في القرية فلاح زراعي في الأرض ولابد نساعد الناس دول عشان يستمروا في البقاء حتى في وسط الحرب اللي هنتكلم عليها لأننا مش عايزين نوقف عجلة التنمية وعجلة البناء حتى أثناء الحرب لابد أن ده يأكد على أحد المخرجات الأمم المؤتمر كما الإنسان استفادته ومساعدة المجتمع المحلي صاحب المال اللي احنا بنصرفه صاحب المال هو مين؟ هو الفقير واليتيم والأرملة والمسكين مش اللي قاعد في لندن وبريطانيا وفرنسا وامريكا والدوحة والرياض ده دول أمناء على المال اتفضل تعقيبا كلام الطفل احنا نربط بسنين شرايين بدري رقم مال في الانترنت بس نحن الان مع اليو ان دي بي هو كاش فور هو التعاون مع بلديه موسي بالتوظيفات كمقابل دفع مبالغ يوميه لتشغيل الناس بالاضافه لتخصيص جرانتس عفوا دفعات للارامل عفوا المطلقات اللي قدرنا نحصرهم قبل فترة داعش وأكو مقترح آخر لتطوير المهارات ونقصانها نقصان المهارات والحداد والبناء أكو مقترح بهذا الصدد لحتى المجتمع يرجع مرت الثانية ولاحظنا من خلال دراسات اليومية بالفعل أصبحت حركة رجوع ملموسة ما بين 23 آذار ولحد آخر التقرير قبل يوم كنت موجود والحقيقة الغد فيها من البارحة فماشيت في الاتجاه إن شاء الله هذا من جهة منظمتنا وطالبين أيضا بجانب اليو أن بالنسبة للنساء تقديم مقترحات للأكل النساء بالموصل أصحاب مهارات لتجديد هذا الشيء فإن شاء الله إحنا ونتمنى كل المنظمات تحت نفس الحبل. في منظمتين هم بيصروا وبيعدوا علينا بالنواجذ أن نبني المجتمع المحلي من خلال بناء السوق المحلي والفلاح المحلي والنجار المحلي المحل. لأن جدودنا وجدود جدودنا وجدود جدودنا كانوا نجارين أو فلاحين ما كانوش بقى خارجين أسد الجامعة. يا شو وزارة الخارجية معذرة أنا ولو كان كلهم المهن اللي احنا عارفينها كلها. تحدي جديد ولا نفس التحدي؟ إيه؟ لكل جديد. ها؟ لكل جديد على طول؟ أسميك عم جديد. تفضل. تحدي جديد. التحدي الأول طبعاً تحديان عندي بسبب الظروف اللي تعيشها العراق وسوريا اتجهت الجهات المانحة الدولية إلى التمويل فتمويل أو جهات مانحة كثيراً تمويل أوكي فكثير من المؤسسات المحلية حتى لا أكون متعدي بدأت يعني انفتحت غايات استثمارية واستثمارية وتحول الأمر إلى تجارة غير إنسانية تحول الموضوع إلى تجارة هذا أوكي في بالأخير ده يعطي لنا محتاج لكن اللي ده يقوم به أنه إرضاء المانح وليس سد حاجة هذا أول تحدي التحدي الثاني هنالك قصور في التنسيق بين مؤسسات المجتمع المدني في مو قلت لك كل جديد احنا فيتكرر عمر من الناس ياخذ هو 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 فهذه احد التحديات وطبعا مسك تحديين هما بيت القصيد في الشغل بتاعنا اللي هو ارضاء المانح والاذعان مش فقط الارضاء
الإذعان لما يطلبه المال دون أن نقش مع المال. كثير جدا من الأحيان في بعض المانحين زي ما قلت أنا الصبحية في جلسة بتاعت أخونا حمزة أو دكتور سيد إن إنهم مانح بيصحى من النوم شاف فيلم حد ماشي في الموصل ولا ماشي في كركوك ولا في بغداد ولا في الأنبار اعمل زي ده وبحل. ولابد يكون احنا سياسة ان الاصل في العمل اغاثة الملهوف وبناء المجتمع المحل نمرة واحد. وده لو انتوا بدأتوا تعملوا شبكات ما اعرفش انتوا شبكات بدأت الحكومة تسهل لها ازاي معنى التنسيق لن يأتي الا عن طريق شبكات او ائتلافات كلنا نكون اعضاء فيها اما تحت راية الحكومة تكون هي عملاء تنسيقية او تكون مجتمعية. الحكومة مش بتقول لك لا ما تنسقش بينكم ولا العكس يا حسعد قلت الحكومة تكون معاكم في جلسة الجلسات كمستشار ليكم ها. لكن اصبح التنسيق وده كان مؤتمر السمار اللي انا جاي منه من يومين ده اصبح الموضوع ده كان قدامهم في كام دي في السمار لو حد سمعها زي تكبير الاحرام في الصلاة. الصلاة مش نافعة الا لما تنسق. ليه؟ لان المال مال الفقير الجهد جهد الفقير ها القضية قضية الفقير وانت بتهدر المال بتهدر الجهد وبتضيع القضية. من انت؟ من انا؟ حتى اهدر مثل هذه الملايين عشان انا عايز الشعار بتاعي يبقى نمرة واحد ولا اسم جمعية نمرة واحد ولا كذا ولا كذا ولا كذا ولا لا. الاصل صورة الفقير الاصل حق الفقير الاصل حق النازح والايه؟ واللاجئ مش حق المؤسسة. ده الاصل في الموضوع ده كله وده مش هيحصل الا لما نحن نتنازل عن جزء من شخصيتنا الاعتباريه. وايه ده اللي هيكون الجزء الايه؟ الجلسه اللي بعد كده هو عشان ازاي نبني الشراكه مع بعض. وده مهم جدا 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 حضرتك من الحكومه لو في مجالس تنسيق عندكم ممكن تقول لهم عليها او تشجعهم انهم يعملوا مجلس تنسيق. بس هقول لكم حاجه ودي بقى هتكون بيتي القصير تحبوا تسمعوا؟ تحبوا تسمعوا؟ دي التصريح يا حكومة. خلاص الحكومة تدت التصريح. رئيس أي مجلس تنسيقي لا يكون عضو في أي جمعية من الجمعيات الأعضاء. فهمتوني؟ أنا أقول تاني. قول يا ست تاني، أقول تاني. رئيس أي مجلس تنسيقي معايا أنت؟ مركز يا بقى. رئيس أي مجلس تنسيقي لا يكون على الإطلاق بمعنى إيه؟ إل أ على الإطلاق عضو أي جمعية من الجمعيات الأعضاء. السبيل على كده في أنك تتكلم عن تجربتين عمليتين. الأولى حاجة اسمها تي إي سي في لندن ديزاستر إمرجنسي كوميتي لجنة طوارئ دولية بقى لها حوالي 50 سنة إحنا أعضاء فيها. أنا كنت سعيد لغاية أسمي أعضاء فيها. الرئيس من 55 سنة مش عضو في أي جمعية لكي لا يميل إلى هذه عن هذه يكون هو في العمر حياتي وغير منحاز. كتير جدا نعمل جلسات تنسيقية بس الرئيس يكون أحد المستفيدين ما ينفعش. خلاص يا رجالة خلاص يا أخوات من واحد. المسألة التانية إحنا عملناها كمسلمين حاجة اسمها مسلم شاريتيز فورم MCF فيها 17 جمعية فيها 15 جمعيات أخرى جمعية المسلم كمان فيها أكتب الإسلام الكليف ومسلم إيد وهيومن أكيد كله 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 موجود فيها. الرئيس اللي هو حضرتي بعد ما خرجت من الإسلام الكليف أصبحت عضو فيها أصبحت رئيس لكن أنا ماليش أي جمعية ممثلة فيها هذه الجمعية فهي فادر فادر المجلس. وعايزين نعمل مجلس تنسيق اللي عايز يعمل مجلس تنسيق فعيد اللي عايز يعمل مجلس تنسيق قولوا اتكلموا هذه واحد اثنين ثلاثة أربعة مش حرام انك ترفع ايدك. ده نصيحة يعني عشان تنسق منكم بعضكم وترفع اللي عايز يرفع ايدك بس عشان اشوف خلاص جبتوا جمعيات تجيبوا شخصية مش من عندكم تترأس هذا المجلس معايا شخصية واحدة ممكن نساعدكم بإنشاء أي مجلس تنسيق بالحيثيات بالقانون باللي كذا باللي كذا باللي كذا سهل جدا
موجود بس علشان حكايه الايه اصلهم الاستبداد الاسلامي ولا اصلهم جمعيه البرزان واصلهم في جمعيه الاسلاميه الحدباء وانتوا جودي وانتوا منين رياض ولا واحد شبه بايس وغيركم اتفضل ودكتور في مليار تنسيب يعني في عندنا كلاسترز في افيشن كلاستر ووش كلاستر ده تبع الامم المتحده تبع الاسلام العراقي يعني هي مستقله في 15 في اجتماع النيو كلاستر لحال الافيشن لحال البروفيشن لحال طب وليه هذا ما بتتكلم عليه الاخ اللي بيتكلم انا مش واعي في تنسيق هو بيتكلم عن مشكله ثانيه ممكن نوضح طيب او قبل ما حضرتك فبتكلم عن كده زي كل مجالس الامم المتحده ايه باللغه الانجليزيه طبعا من حقك ان تعمل مجلس محلي وتنسق بينك وبين مجالس الامم المتحده هو الاخ صحيح تصور نفس الفكره عنده اللي هو قضيه التشكيك بين المنظمات اللي بيشتغلوا من نفس الاتجاه كلستر تقريبا سيستم على نظام الامم المتحده ولكن التشكيك وحسب القانون الموجود في بستان المنظمات المجتمع المدني التشكيك مرخص قانونا فقط تحتاجون تروحون للدائره للتسجيل حتى تحافظون على هذا الحق هذا التشكيك والحكومه تشجع التشكيك اولا لعدم تكرار نفس الجهود ثانيا لجمع الجهود ممكن هيومن ريسورس انا عندي كمان ما عندي هيومن ريسورس تشكيك مرخص قانونيا ممكن تكون هذا فرصه مبادره ويوم مبارك حتى تشتركون قبل ان تنتهون من المؤتمر والكولستر هذا موجود ثانيا على قضيه الفساد الموجود في منظمات المجتمع المدني حاليا في تحقيق في لجنه النزاهه وفي مجلس الوزراء وفي المحكمات تحقيق مع منظمات المجتمع المدني اللي يستخدم الفلوس لغير اغراض غير ربحيه منظمات المجتمع المدني هدفها غير ربحي اذا صار الهدف ربحي صار شركه فاحنا نتابع حاليا في اكثر من 35 مؤسسه وطبعا نحفظ الاسامي حتى يكون المحكمة تحسم الموضوع حاليا في لجنة التحقيق. وثالثا قضية البلاك ليست. حاولنا مع الحكومة نشتغل على بلاك ليست أي مؤسسة مجتمع مدني تتورط في الفساد وتنتهي هذا بقرار أقوى من المحكمة بعد التمييز كل شيء تدخل اسم المؤسسة في بلاك ليست ونعممها على المؤسسات الدولية أيضا حتى ما تستفيدون لأن إحنا إذا مرة ورطنا مرة ثانية ما نورط. أحد التحديات ممكن أضيفها تحديات اللغة. كثير من منظمات المجتمع المدني ممكن انجليزيتهم او فرنسيتهم او اي لغه اسبانيه مو بالمستوى وممكن مرات ايضا في اقليم في عندنا مشكله في اللغه العربيه وبالعكس ايضا في كثير من النازحين واللاجئين ما يعرفوا اللغه الكرديه فما عندهم فرصه للعمل في هذا الهوتيل ممكن او في اي مجتمع مدني احد التحديات مشكله اللغه دقيقه دكتور هاني في الاسئله اللي ما قال اختار مشكله التلاميذ المحترمين اللي صار في مكان صنع القرار وافتخر به وشكرا على حضورك معنا. النقطه اللي شفنا على التشكيك وهذا الشيء بشجع عليه الحكومه المركزيه والحكومه الاقليم كردستان. طبعا في كلوستر كما قال الاخ لكن الكلوستر يحتكرها نوع معين من المؤسسات اغلبها دوليه وتشبيكها مع المجتمع المستفيد ضعيفه ومع المنظمات المحليه اضعف فهذا ربما احنا لما نقول تشبيك لازم يكون هدف والهدف من التشبيك تكون عندنا ادد فاليو قيمه مضافه القيمه المضافه اللي نستفيد منها ككلنا مثلا احنا مع الدكتور هاني عرضنا التحديات ما اتصور الكلسترز راح يتعرضوا لهالتحديات الخاصه بنا وهالتحديات المشتركه لكن احنا في 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 هالجلسة اللي نقول فيها توعية ونتعرف على بعضنا اتضح إن في شراكة في 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 تحديات مو فقط بندي رسالة إنسانية بنواجه نفس العراقي فكيف إحنا نشبك نحكي مع وزير الأخ فلاح مصطفى وزير الخارجية ومع رئيس المنظمات غير حكومية بإقليم كردستان ورئيس المنظمات غير حكومية الجهة الحكومية اللي ببغداد الدكتور التميمي فيقول هذا من الأشياء اللي من دوركم إنكم تعززوها وتساعدوها لأننا كمؤسسة حكومية إحنا هم انغلبنا الوضع الاقتصادي لا يسمح لنا بالتمويلات اللي نقدر نشبك بها المؤسسات فإنتم ما تركزوا فقط على الإغاثة وعلى رفع رمق الجوعان لا
عرفت على رقم جوعان. خلاص. فقال فكروا أكثر من ذلك، بناء قدراتنا إننا نتعامل مع التحديات وإننا نتعلم من هذه التجربة، لأننا نؤمن إن الأزمات تأتي وتروح، فما هي النتيجة نستفيد منها؟ وكان نفس الرد من مدير البرزاني، مؤسسة البرزاني الخيرية، ونشكر الجميع. وأظن 5 دقائق قد الدكتور. طيب 5 دقائق خدتي 5 دقائق. اضحك يا جدع. عدي قرارك عدد التحديات لما نخلص. التحديات اللي ذكرت منكم هي تقريبا وصلت 14 او 15 تحدي. التحدي الاول تدني دور المجتمع المدني في الدعم الفكري والثقافي، يعني مو كل شيء احنا نحتاجه ممكن انه نجيبه من منظمات دوليه، ممكن نوفره من خلال الدعم المحلي. التحدي الثاني هو وجود اشخاص غير كفؤين في الاداره، ربما يوجد اشخاص اكثر كفاءه منهم داخل المنظمات، ولكن من يقود المنظمه هو شخص ذو كفاءه ربما اقل من الموظفين. التحدي الثالث هو التغيير المستمر لإدارات المنظمات، وخصوصا إذا كانت منظمات من الخارج ربما تأتي بقرارات وتوصيات هي لا تتناسب مع طبيعة المجتمع اللي تعمل به المنظمة المحلية. التحدي الرابع هو عدم وجود مشاريع لاستدامة العمل في من ضمن استراتيجيات المؤسسات الدولية، وإنما يتم العمل بطريقة الاسبون فيدينج، وأعطي فقط يعطون الاحتياج وما يعلمون المؤسسات كيف توفر الاحتياجات من ذاتها دون الحاجة إلى دعم خارجي. التحدي الخامس هو جهل منظمات الانجيوز اللي موجودة بالقوانين اللي ربما أنه تستطيع أنه تستغلها وتستفيد منها في عملها. التحدي السادس هو مشكلة استحصال التراخيص والموافقات الحكومية والأمنية من أجل مثلاً إدخال النازحين أو تحويلهم أو استحصال كامبات لهم أو إدخال احتياجاتهم اللازمة. التحدي السابع هو ضعف موارد منظمات المجتمع المدني، سواء كانت موارد بشرية ولا موارد مادية. التحدي الثامن هو الانشقاق والانعزال والتشظي المجتمعي اللي سببت الحروب والأزمات اللي حصلت داخل المنطقة الواحدة والأقليم الواحد والدولة الواحدة، اللي يحتاج شغل أكثر من شغل الإغاثة وما بعد الإغاثة والاستقرار. التحدي التاسع هو عدم الاستفادة من بعض الأخطاء التي تقع بها المنظمات وأنما تكرارها بصورة مستمرة، وعدم تعميم الخبرة، ربما خطأ وقعت بمؤسسة تقع بمؤسسة أخرى بسبب عدم وجود هذه التنسيقات والتجمعات اللي ممكن أنه تفيدنا بتعميم الخبرة. التحدي العاشر هو تحسس المجتمع المستضيف من كمية المساعدات والدعم المقدمة للمجتمع المستضاف والنازحين، يعني ربما يوجد عوائل فقيرة أو احتياجات مجتمعية مهمة جدا داخل المجتمع اللي تمت يعني تم الذي قام باستضافة النازحين وهو لا يقدم له أي دعم. التحدي العادي الحادي عشر هو أنه بعض المعونات التي تأتي من خارج مناطق النازحين، كثير من هذه المعونات اللي تأتي من الخارج يعني لا تشكل دعما للسوق المحلية، يعني يجون يسوقون الاحتياجات من خارج منطقة مثلا الموصل على سبيل المثال، في حين سوق الموصل هو راكد ولا يتم إنعاشه، فلا بد من التوجه نحو سوق المناطق المنكوبة لإنعاشها وإعادة إحيائها من جديد. التحدي الثاني عشر هو غياب الغاية الإنسانية من بعض أهداف من بعض المؤسسات المجتمع المدني، وإنما غاياتها لا إنسانية أو ربحية خلينا نقول. التحدي الثالث عشر هو أصبح إرضاء المانح هو أكثر أهمية من إرضاء الفقراء والمحتاجين والمستهدفين، ويكون هناك في بعض المؤسسات أنه إذعان
لمتطلباتهم. التحدي الرابع عشر هو بالأخير قالوا أنه المجالس التنسيقية الخاصة بالأمم المتحدة هي تتواصل باللغة الإنجليزية، وهذا هو تحدي آخر، وأنه ضعف اللغة التواصل، ضعف إجادة المنظمات المجتمع المدني المحلية للغات الأجنبية، وهذا يؤدي إلى ضعف في تواصلها مع المنظمات المانحة. شكرا. فيروز برضك هتغني يا فيروز؟ طيب التحديات دول كلهم في الجلسة القادمة عايز ناخد تحدي أو تحديين نحوله لمنتج. وانتم تشربوا الشاي والقهوة تلت ساعة الجايين دول تفكروا أنه هو التحدي اللي ممكن نحوله لنتيجة إيجابية مع بعض، اللي يكون واحد أو اثنين. خلاص الآن نذهب في بريك لمدة تقريبا لغاية الساعة كم؟ الساعة كم؟ ثلاثة ونص، يعني الساعة ثلاثة ونص، يعني بالإنجليزي الساعة واحدة ونص، بمكة الواحدة ونص.